ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم أميرة، how are you? This is our plan إن شاء الله for this month. We'll continue memorizing سورة الهمزة إن شاء الله. Then we'll start سورة العصر إن شاء الله. Let's read it again. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okay, أميرة, and we'll start a new lesson. Inshallah, it's about لام شمسية. It's the opposite of لام قمرية. لام شمسية, you will not pronounce it. Doesn't have a شدة. Doesn't have سكون on top. But it's followed by شدة. Okay. These are the examples on لام شمسية. We'll have it إن شاء الله. Then we'll learn how to stop at the end of the ayah by three ways إن شاء الله. مد عارض السكون, then مد عوض, and then if the word ends with close the. Okay, that's all for this month إن شاء الله. جزاك الله خيرا. See you إن شاء الله next time. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.